السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، معكم أستاذ ناصر لغة إنجليزية، ومرحبا بكم في فيديو الأول لتعلم الإنجليزية من الصفر. أول شيء حنهضر عليها طبعا هي the alphabet. باش تعرف تهضر إنجليزية ولا تعرف تقراها لازم تكون تعرف the alphabet اللي هما الحروف تاع الإنجليزية. كاين بزاف اللي يتلفوا يقول لك بلي الحروف تاع الإنجليزية يتنطقوا بلا ميم فاصون للفرنسية، معناتها A B C D E F G H I J K. فهمتوا شغل هاد العبسة خطأ، حروف الإنجليزية النطق تاعهم ديفيرون على تاع الفرنسية بزاف حروف. حنا واش نديرو دوكا؟ نبداو في هاد الحروف هادوما، نتوما تبعوا معنا النطق كيفاش يتنطقوا، خاطر على بالي كامل تعرفوا الالفابي بصح النطق تاعهم لازم تبراتيكيو عليه. هاي نبداو with the alphabet. We have A B C D E. رماركيو هذا ماشي E، هذا E. F G H ماشي H، H I J K L M N O P Q ماشي Q، Q R S T U ماشي U، U كنت رماركيو لا ديفيرونس كاع الحروف هذوما. U V W X Y ماشي إيغريك، ماشي الإيغريك، ماشي إيغريك، أوكي؟ واي، هذاك الإيغريك يتقرا واي. زي، ماشي زد، زي. عبالي بلي بزاف منكم اليوم يسمعوا دوكا يقولوا آه وي الإيغريك سي واي والزد هو زي. نعاودوا. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. احنا كي كنا صغار نشفى تعلمت الالفابي كانوا يديروهم لنا على شكل اغنيه A B C D E F G H I J K L M N O P، ومن بعد هذيك L M N O P ومن بعد احنا والفنا نغنوها حتى وين دخلوا لنا راسنا. مي بون لازم تشفاو برك بلي كل حرف عنده النطق تاعو في الانجليزيه. اوكي رانا جزنا الاحرف، نتوما براتيكيو عليهم، براتيكي حتى وين تحفظهم بيان، ومن بعد نروحوا دوكا لاشياء مهمه اخرى. مور ما تعرف الالفابي اعرف بلي حنا هضروا على الكلمات العامه والجمل العامه في الانجليزيه. وشنو هما الجمل العامه في الانجليزيه كي بدا تعلم الانجليزيه من الاول من الصفر؟ عفسه الاولى اللي يعلمك كيفاش تقولها وما هو اسمك واسمي هو. Okay, to start a conversation, you have to know how to ask for someone's name and how to give your name. كيفاش تطلب اسم إنسان وكيفاش تمد اسمك. حنا واش نديرو؟ الجملة هذه بالإنجليزية هي What is your name? Okay, What is your name? كي تكون تسقسي على اسم إنسان. ولو كان هما يسقسوك What is your name? لا ريبونس تاعها كيفاش حتجي My name is. على بالي بلي كامل تعرفوا هذوما الجمل معروفين عالميا بصح لازم تعاود تبراتيكيها. فرق بين كي تكون تعرف عفسه وكي تعرف تطبقها انت. شوفوا مليح على هذه المعلومه هذه. نعاودوا. What is your name? My name is Mr. Nasri. What is your name? ما هو اسمك؟ My name is اسمي هو Mr. Nasri. داكور؟ ومن بعد هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية اللي دائما يستعملوها كي تسافر للخارج ولا بلاد آخر ولا تتعرف على إنسان جديد يقول لك Where are you from؟ من أين أنت؟ Where are you from؟ تقول أنت يا I am from Algeria ولا I am from England ولا I am from the United States. من أين أنت؟ هي الكيسيون. أنا من هي لا ريبونس. تسمى Where are you from Mr. Nasri؟ وش ريبوندي هنا؟ I am from Algeria. Where are you from؟ إنسان سقساك انت تقول له انت I am from England for example. Now أول ديالوج اللي درنا هو What is your name؟ What is your name؟ My name is Mr. Nasri. Where are you from؟ I am from Algeria.
اوكي لازم تعاودوا تبراتيكيو معايا كي راكو تشوفوا هذا الفيديو. تما سيوها نتوما بالاسم تاعك، سيها مع اللي قدامك، مع الصديق تاعك، العائله تاعك اللي تساعدك، سيها معاه باش انت راك تستفاد وهما يستفادوا. شفت كي تبدا تنطق في هذوما وتعاود وتعاود. When you repeat these sentences you'll become used to them. انت كي تعاود هاد الجمل راح تولي موالفهم، تولي تنطقهم بطريقه. What is your name? My name is Mr. Nasri. Where are you from? I am from Algeria. رماركيتو الاولى كش درناها. What is your name? My name is Mr. Nasri. Where are you from? I am from Algeria. أبسط الجمل and they're called conversation starters. معناتها كيفاش تبدأ الconversation تاعك مع إنسان جديد. Okay? نعودوها pour la dernière fois هكذا باش تغرسلكم مليح في راسكم. What is your name? My name is Mr. Nasri. Where are you from? I am from Algeria. Okay? هاد زوج conversations هادوما، هاد زوج dialogues هادوما، كيفاش تبدأ conversation؟ دوكا إيماجيني راك تعرف إنسان ديجا مقبل وعاود تلاقيت به، واش تقول له؟ تقول له واش راك، كيف حالك، وكيفاش لافامي، كيفاش اكسيتيرا. In English we say Hi Mr. Nasri, how are you؟ كيف حالك؟ How are you؟ وكيفاش تريبوندي على هاد الجور دي كيستيون؟ I am fine, thank you. How are you؟ Out. Hi Mr. Nasri, how are you؟ I am fine, thank you. How are you؟ تما توجور لا بوليتاس، اشفى باللي كي تكون صغير يقولوها لك هذه. Always please and thank you. أرجوك وشكرا. في شاك جملة تستعملها دير معها please، وشاك جملة شغل مور ما يديروا لك هذيك سيرفيس ولا يسقسوك ولا يريبونديو لك تقول thank you. Okay؟ Now, Hi Mr. Nasri, how are you? I'm fine, thank you. How are you؟ ومن بعد تقدر تريبوندي عليها I'm good, thanks. شوف لي ريبونس تاع how are you كاين بليزيور. كاين I am fine, I am good, I am okay. رماركيوها هنايا I am fine, I am good, I am okay. ومعهم كامل يجو thank you. تسمى I am fine, thank you, I am good, thank you, I am okay, thanks, ولا thank you. داكور؟ هاي دوكا واش نسيو نديرو؟ نميلونجيو لي طروا ديالوغ هادوما in one conversation. نبداو بالزوج الاولين ومن بعد نسيو نميلونجيوها مع الاخرين. Hello, what is your name? My name is Mr. Nasri. بعد هو واش يقول لك؟ تقول له what is your name? My name is Samir, for example. داكور؟ ومن بعد انت مور هاد الجور دي كونفرسيشنز تاع يعرفك انسان بروحه، واش تقول له انتايا؟ Nice to meet you, Samir. ولا nice to meet you, Mr. Nasri. داكور؟ Now, Hello, what is your name? My name is Mr. Nasri. What is your name? My name is Samir. Nice to meet you, Mr. Nasri. واش يقول لك هو؟ انا واش ريبونديو له؟ Nice to meet you too. معناتها سررت بلقائك. داكور كي يقول لك هو سررت بلقائك، تقول له انا ايضا سررت بلقائك. Nice to meet you, Mr. Nasri. Nice to meet you too. Conversation واحدة أخرى كي تلاقى بك ويعرفك يقول لك Hello Mr. Nasri, how are you? تقول له I'm fine, thank you. How are you? I'm good, thanks. Okay? هادو هما two dialogues عطيته لكم. عودوا أشفوا أبدأوا بالألفابي. بعد مول ما تولي تميتريزي والألفابي تولي تقدر تميتريزي الكلمات. مام كي تجي حتقرا الكلمة على بالك النطق تاع شاك حرف تقدر تركب منه كلمات. تما هنايا كي تقرا Hello, my name is. راك عباك واش راك تقرا، ومام طون النطق تاعك راهو صحيح. Hello, my name is Mr. Nasri. What is your name? My name is Samir. Nice to meet you, Samir. Nice to meet you too. Hello, Mr. Nasri. How are you? I'm fine, thanks. How are you? I'm good. Thank you for asking. Ula, thanks. وهادو هما الكونفرسيشن ستارترز اللي تقدر تبدا به محادثه مع اي انسان. واش نسحق منكم انا دوكا؟ نسحق منكم في لي كومونتير ديروا لي كونفرسيشن بالاسماء تاعكم كامل. هكذا تبدا هالو ماي نيم از فلان، ومن بعد وات از يور نيم، وريبوندي باسم اخر من اصدقاء تاعك، وخليها لنا في لي كومونتير باش نشوفكم باللي فهمتوا الدرس تاع الكونفرسيشن ستارترز.
لي عنده أي سؤال إن شاء الله بيان سور حطوهم لنا في لي كومونتير ونسي ريبوندي على الماكسيموم تاع لي كيسيون اللي عندكم. بارك الله فيكم على المتابعة ونتلاقاو في درس جديد بكونفرسيشن جديدة ولا بدرس تاع جرامر أو فوكابولاري اللي نترجمو لكم فيهم الكلمات ونركبوهم لكم في جمل. وإن شاء الله لي بروشان فيديو حنزيدو نتعمقو في هاد الكونفرسيشن ستارترز ونكملو الكونفرسيشن بالكويشنز وأنسرز تاعهم. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم ونتلاقاو في الفيديو القادم.